هل فعلا جالك فتره في الاول كنت بتتاثري بكلام الناس؟ تفتحي كده تلاقي بقى حد يضايقك، ايه اكتر حاجه ضايقتك من كلام الناس؟ حاجات كتيره قوي يعني كلام كتير، بالذات لما كنت مليانه كان وشك مش عارف شبه ايه وانت جاموسه وحاجات كده، فطبعا كنت بتضايق زي اي بني ادم، طبعا اكيد كنت بعيط، طبعا بقرا كومنتس بتضايق، بس بعد كده الواحد كمان بيتضايق لما يبقى ثقته في نفسه مهزوزه يعني. فانا كنت في فتره ثقتي في نفسي كانت مهزوزه جدا، فاي كلمه هتوصل لي بسهوله جدا هتخبط. فلما الواحد بيعمل حاجه وبيطلع وبيبقى عنده طاقه ايجابيه وهو بيبقى مرتاح مع نفسه، لو عملوا ايه مفيش باب مفتوح عشان الطاقه السلبيه تدخل، ما بقتش موجود خلاص. ازاي عرفتي ترجعي ثقتك بنفسك؟ لما حبيت نفسي في المرايه، لما خسيت، لما غيرت حاجات، لما بقيت بهتم بلبسي، عشان في وقت من الاوقات كان لبسي ما بيدخلش اللي عاجبني، ما كنت ببص في المرايه مش مبسوطه، فما كنتش بحب البس حاجه حلوه، اللي هو خلاص هلبس اي هودي على اي بنطلون وخلاص وانزل، ما كنتش بهتم، مش لازم انزل احط ميك اب، مش لازم اعمل شعري، مش مهم، اللي هو كنت بنزل مش مهتمه بنفسي، فبقيت بهتم بنفسي، فبقيت ببص في المرايه انا مرتاحه. فدي حاجه خلت انه بقى في ثقه في النفس، وبقى في انه مفيش باب ولا اي حاجه مواربه، بس ان اي نيجاتيف كومنت توصل. فنصيحتك للبنات ايه بقى اللي هم يعني مش كل البنات لازم يبقوا مودلز، مش كل البنات لازم خالص يبقوا حلوين، مش كل البنات لازم يبقوا النموذج اللي هو الكرداشيان يعني، نصيحتك ليهم ايه؟ لان في ناس كتيره بتفرج. نصيحتي ان هم يعملوا اللي هم نفسهم فيه واللي هم عايزينه واللي هم هيرتاحوا فيه، وانه يبقوا قدام المرايه مبسوطين ومرتاحين، وده وطول ما ثقتك في نفسك قويه جدا مفيش كلام اي حد ولا حاجه هتاثر فيكي، ده 100%%.